المقدمة يتناول الكتاب القصير التالي جانبين من جوانب الشخصية النبيلة: الحياء والعفة. إن تطبيق الدروس التي تمت مناقشتها سيساعد المسلم على تحقيق الشخصية النبيلة، فوفقاً للحديث الموجود في جامع الترمذي رقم 2003، أشار النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن أثقل شيء في ميزان يوم القيامة هو الشخصية النبيلة، وهي إحدى صفات النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم التي أثنى عليها الله تعالى في سورة القلم الآية 4 من القرآن الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. لذلك فإن من الواجب على جميع المسلمين أن يتعلموا ويعملوا بتعاليم القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليصلوا إلى الأخلاق الحميدة. العفاف واحد في حديث طويل موجود في صحيح البخاري رقم 6806، ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم 7 فئات من الناس يظلهم الله تعالى في ظله يوم القيامة. هذا الظل يحميهم من أهوال يوم القيامة التي تشمل الحرارة الشديدة التي تسببها الشمس التي تقترب من الخليقة بمسافة ميلين. وقد حذر من ذلك حديث موجود في جامع الترمذي رقم 2421. ومن هذه الفئات من دعي إلى الزنا لكنه امتنع عنه خوفاً من الله تعالى. إن ضبط النفس عند الشهوة وخاصة عندما لا يعلم بها أحد إلا الله تعالى هو عمل عظيم، وينبغي للمسلمين أن يجتهدوا في تجنب المواقف التي قد يدعون فيها إلى المعاصي، وذلك بتجنب الأماكن التي تنتشر فيها المعاصي أولاً مثل الملاهي الليلية. وهذا مهم للغاية لأن البيئة التي يعيش فيها الإنسان غالباً ما يكون لها تأثير عميق على سلوكه وموقفه، فكما أن الطالب يميل إلى الدراسة في مكتبة هادئة مقارنة بالمنزل المزدحم والصاخب، فإن المسلم يكون أقل عرضة للانجذاب إلى الخطايا عندما يتجنب الأماكن التي تحدث فيها الخطايا بانتظام وبشكل علني. والأمر المهم الآخر هو تجنب الأشخاص الذين يرتكبون الخطايا علانية ويدعون الآخرين إليها، وسوف يتبنى الشخص خصائص رفاقه سواء كانوا جيدين أو سيئين. وقد أشار إلى ذلك حديث موجود في سنن أبي داود رقم 4833، لا ينبغي للمسلمين أن يتأكدوا فقط من مصاحبة الأشخاص الطيبين، بل يجب عليهم أيضاً تشجيع عائلاتهم مثل أطفالهم على فعل الشيء نفسه، وإذا ركز المسلمون حقاً على هذا فسيؤدي ذلك إلى تقليل عدد الشباب الذين ينخرطون في العصابات والجريمة بشكل كبير. الفصل 43 من الزخرف الآية 67، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. العفة اثنان في حديث موجود في صحيح البخاري رقم 6474، ضمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الجنة لمن حفظ فمه وعفت. الجانب الثاني من الحديث الرئيسي قيد المناقشة ينصح المسلمين بحفظ معنى العفة وتجنب العلاقات غير الشرعية، وقد أعطي المسلم وسيلة لتحقيق ذلك وهي الزواج. إذا لم يكن المسلم في وضع مناسب للزواج مثل الوضع المالي فعليه أن يصوم كثيراً لأن هذا يقلل من الرغبات الجسدية، وقد نصح بذلك حديث موجود في صحيح البخاري رقم 1905. أخيراً، بما أن هذين الجانبين مجتمعين يؤديان إلى الجنة فهذا هو السبب وراء وصف الزواج بأنه إكمال نصف الإيمان في حديث موجود في المعجم الأوسط رقم 992. العفاف ثلاثة، هذا مرتبط بالسورة 25 من سورة الفرقان الآية 68، يا ولا تزنوا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. إن عباد الله المخلصين يتجنبون كل أشكال العلاقات غير الشرعية، وحقيقة أن الزنا قد وضع بجانب الشرك وقتل النفس البريئة في هذه الآية يدل على خطورتها. يجب على المسلمين أن يتخذوا الاحتياطات اللازمة لتجنب الوقوع في علاقات غير شرعية. أولاً، يجب أن يتعلموا غض البصر، وهذا لا يعني أن المرأة يجب أن يحدق دائماً في حذائه، بل يعني أنه يجب أن يتجنب النظر حوله دون داع وخاصة في الأماكن العامة.
يجب عليهم تجنب التحديق في الآخرين والحفاظ على احترام الجنس الآخر، تماماً كما لا يحب المسلم أن يحدق شخص ما في أخته أو ابنته، فلا ينبغي له أن يحدق في أخوات وبنات الآخرين. سورة النور الآية 30: يقلل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظ فروجهم ذلك أزكى لهم. يجب على المسلم أن يتجنب قضاء الوقت بمفرده مع الجنس الآخر ما أمكن ذلك، ما لم تكن هناك صلة قرابة بينهما تحرم الزواج. وقد نصح بذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث موجود في صحيح البخاري رقم 1862: يجب على المسلمين أن يلبسوا ويتصرفوا باحتشام، فالاحتشام في اللباس يجنب جذب نظرات الغرباء، والاحتشام في التصرف يمنع المرء من اتخاذ الخطوات الأولية التي قد تؤدي إلى علاقة غير مشروعة مثل التحدث دون داع مع الجنس الآخر. إن فهم بركات تجنب العلاقات غير المشروعة هو وسيلة أخرى لحماية النفس منها. على سبيل المثال، ضمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الجنة لمن حفظ لسانه وعفته، وهذا ما أكده حديث موجود في جامع الترمذي رقم 2408: إن الخوف من عقوبة الانخراط في علاقات غير مشروعة يساعد المسلم أيضاً على تجنبها. على سبيل المثال، يزول الإيمان من الشخص الذي يرتكب الزنا، وقد ثبت ذلك في حديث موجود في سنن أبي داود رقم 4690. في الواقع، لا يحتاج المسلم إلى علاقات غير شرعية لأن الإسلام يأمر بالزواج، ومن لا يستطيع الزواج فعليه أن يكثر من الصيام لأن هذا يساعد أيضاً على التحكم في رغباته وأفعاله. وقد ورد هذا النصح في حديث موجود في صحيح مسلم رقم 3398: العفة أربعة كانت لدي فكرة أردت أن أشاركها معكم. الله تعالى يشجع الزواج ويحرم العلاقات الغير الشرعية عندما لا يكون الزوجان مخلصين لبعضهما البعض حقاً مثل الزوجين المتزوجين، فإن أي صعوبات حقيقية يواجهانها ستؤدي إلى المزيد من الضغوط العاطفية للزوجين، حيث يفشلان في دعم بعضهما البعض بشكل صحيح. لا شك أن الدخول والخروج من علاقات متعددة على مدار حياة المرء له تأثير ضار على صحته العقلية. ليس من المستغرب أن ينتهي الأمر بمن ينفصلون عن أصدقائهم، صديقاتهم غالباً إلى الاستشارة. ينتهي بهم الأمر إلى المعاناة من اضطرابات نفسية مثل الاكتئاب أكثر من أولئك الذين يتجنبون هذه العلاقات. في العلاقات الغير الرسمية غالباً ما لا يكون الزوجان على نفس الموجة، وهذا يعني أن أحدهما يأخذ العلاقة دائماً على محمل الجد مثل الرغبة في الاستقرار مع صديقه صديقته، في حين لا يشعر الآخر بنفس الشيء. عندما يغلي هذا الاختلاف في الموقف في النهاية على السطح، فإنه غالباً ما يؤدي إلى صدمة عاطفية طويلة الأمد لمن أخذ العلاقة على محمل الجد، في حين أن الزوجين منذ الخطوة الأولى يكونان على نفس الموجة فيما يتعلق بالتزامهما الطويل الأمد تجاه بعضهما البعض. يكرس الزوجان بعضهما البعض في كل موقف، سواء واجه مواقف مخططة أو غير مخططة مثل إنجاب الأطفال. نادراً ما نجد هذا الموقف بين الأزواج العاديين، كما أن وجود علاقة مع شخص آخر يخدع الشخص في الاعتقاد بأنه يعرف شريكه تماماً، لذلك إذا تزوج غالباً ما يشتكي من تغير شريكه بعد الزواج. في معظم الحالات لم يتغير، الأشياء التي تغيرت كانت المسؤوليات والضغوط في علاقتهما. غالباً ما تؤدي هذه المشكلة إلى مشاكل الزواج لأولئك الأزواج الذين كانوا في علاقة قبل زواجهم. حتى لو عاشوا معاً قبل الزواج، فحتى في هذه الحالة ستحدث نفس المشكلة. بالإضافة إلى ذلك، ليس سراً أنه كلما واجه المرء مشكلة مع صديقه صديقته، فإن ذلك يؤثر بشدة على كل جانب آخر من جوانب حياته. على سبيل المثال، يترك العديد من الشباب الكلية الجامعات لمجرد أنهم لا يستطيعون مواجهة رؤية شريكهم السابق هناك كل يوم.
وبما أن الزواج هو ارتباط عميق والتزام بين شخصين، فإن احتمالات الانفصال بينهما أقل بسبب نفس القضايا التافهة التي تنفصل عنها الأزواج العاديون. بالإضافة إلى ذلك، فإن أي أطفال يولدون عن غير قصد من العلاقة سيزيدون من الضغوط على علاقتهم، مما يؤدي غالباً إلى انفصالهم، لأنهم لا يرغبون في تقاسم مسؤولية تربية الطفل. وهذا يخلق منزلاً مفككاً للطفل ليكبر فيه، حيث لا يتمتع بدعم وإشراف كلا الوالدين، مما يؤدي غالباً إلى مشاكل للجميع. ومن الواضح أن غالبية الشباب المتورطين في الجرائم والعصابات والأطفال الذين يتم إعدادهم من قبل المفترسين الجنسيين يأتون من أسر مفككة. إن تربية الطفل بشكل صحيح عندما يرغب المرء في طفل أمر صعب للغاية، فهل يمكننا أن نتخيل الضغط العاطفي الناتج عن تربية طفل بشكل صحيح عندما لا يرغب الوالد في إنجاب الطفل في المقام الأول؟ وهذا يؤثر سلباً على تربية الطفل، وغالباً ما يؤدي إلى المشاكل المذكورة سابقاً. إن هذا الضغط يؤدي غالباً إلى تخلي الأب أو الأم عن الطفل من أجل الكفالة أو التبني، وهو ما يترتب عليه في أغلب الأحوال آثار سلبية طويلة الأمد على الطفل، وقد ذكرنا بعضها آنفاً. وهذا يزيد من احتمالات انحراف الطفل. لقد أزال الله تعالى هذه المشاكل المتفرعة العديدة بمعالجة المشكلة الجذرية بمعنى تحريم العلاقات غير الشرعية وتشجيع الزواج، حيث يكرس الزوجان أنفسهما لبعضهما البعض ولأطفالهما بصدق. من خلال معالجة مفهوم الزواج والطلاق والأطفال في القرآن الكريم، أعطى الله تعالى مفتاح المجتمع الناجح. عندما يقوم أفراد الأسرة، سواء كانوا مجتمعين أو مطلقين، بأداء حقوق بعضهم البعض وخلق منزل مستقر وسعيد للأطفال، فإن هذا يسبب تأثيراً إيجابياً في جميع أنحاء المجتمع. وبالمثل، عندما تكون الأسرة غير سعيدة وتفشل في أداء حقوق بعضها البعض، فإن هذا يسبب تأثيراً سلبياً ينتشر في جميع أنحاء المجتمع. لقد جاء كثير من المفكرين ورحلوا، وقد تناولوا القضايا التي تواجه الناس والمجتمع، ولكن بما أن هذه الحلول تستهدف قضايا فرعية، فإن الفائدة من هذه الحلول ضئيلة، في حين أن الله تعالى من خلال هذه الطريقة في معالجة القضايا الجذرية التي تؤثر على الفرد والمجتمع قد أوضح كل شيء حتى يتمكن الناس من تحقيق النجاح في كلا العالمين. سورة النحل، الآية 89. يا وأنزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحياء، واحد في حديث موجود في جامع الترمذي برقم 2458، نصح النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بأن إظهار الحياء الحقيقي من الله تعالى يتضمن حفظ الرأس وما فيه وحفظ البطن وما فيه وتذكر الموت كثيراً. واختتم بالإعلان عن أن من ينوي طلب الآخرة يجب أن يترك زينة العالم المادي. يثبت هذا الحديث أن الحياء هو شيء يتجاوز الملابس، إنه شيء يشمل كل جانب من جوانب حياة المرء. حماية الرأس تشمل حفظ اللسان والعينين والأذنين وحتى الأفكار من الذنوب والأشياء الباطلة. الأشياء الباطلة مهمة يجب تجنبها، لأنها ستكون ندماً على الشخص يوم القيامة، وغالباً ما تكون الخطوة الأولى لارتكاب الذنوب. على الرغم من أن المرء قد يخفي ما يقوله وما يراه عن الآخرين، ولكنه لا يستطيع إخفاء هذه الأشياء عن الله تعالى. إن حفظ هذه الأعضاء من علامات الحياء الحقيقي. إن حفظ المعدة يعني تجنب المال الحرام والطعام الحرام، وهذا يؤدي إلى رفض الأعمال الصالحة، وقد أشار إلى ذلك حديث في صحيح مسلم رقم 2342. وكما أن النية هي الأساس الباطني والخفي للإسلام، فإن الأساس الظاهري للإسلام هو اكتساب الحلال والانتفاع به. إن الحياء من الله تعالى يشمل أيضاً تذكر الموت كثيراً، فتذكر الموت مهم لأنه يشجع الإنسان على طاعة الله تعالى بالصدق والامتناع عن المعاصي، لأنه لا يدري متى سيواجه الموت. ويذكر الإنسان أن هذه الدنيا ليست موطنه الدائم، وأنه سينتقل منها لا محالة.
إن تذكر هذا يشجع الإنسان على الاستعداد لمصيره أي الآخرة، وهذا الاستعداد يتضمن استخدام النعم التي وهبها الله للإنسان بطرق ترضي الله تعالى. ومن ناحية أخرى، فإن من يجتنب ذكر الموت فإنه يهمل الاستعداد لرحلته الحتمية إلى الآخرة، وبالتالي فإنه يركز كل جهوده ويستغل نعمه وموارده في التمتع بالدنيا وتجميلها، وهذا الموقف يمنعه من ذكر الله تعالى وطاعته بإخلص، وهذا بدورها يؤدي إلى المتعب في لعلمين. سورة طه الآية 124. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وأخيرا، فإن الحياء من الله تعالى يتضمن تقديم الآخرة على فضل الدنيا، ومن المهم أن نلاحظ أن هذا يتضمن الأخذ من الدنيا لقضاء حوائج الإنسان وحاجات عياله من غير إسراف أو زيادة أو إسراف، فإن ذلك مكروه عند الله تعالى. سورة الأعراف الآية 31. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إن تقديم الآخرة على غيرها من الأمور التي تقتضي استغلال النعم التي أنعم الله بها على الإنسان فيما يرضي الله تعالى، وليس في إشباع الرغبات. ومن يسلك هذا الطريق يجد السلام والنجاح في الدنيا والآخرة، ولا يتحقق هذا النجاح والنجاح إلا بتقديم الآخرة على التمتع بالجوانب غير الضرورية من هذه الدنيا. سورة النحل الآية 97. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحياء اثنان من تذكر أن الله تعالى يراقبه دائما، فإنه يتحلى بالحياء منه، كما أن تذكر نعم الله تعالى العديدة مع جحوده لها يشجعه أيضا على الحياء من الله تعالى. وأخيرا، فإن تذكره أنه سيأتي يوم يسأله الله تعالى فيها عنك لصغيرة وكبيرة في حياته يحفزها أيضا على الحياء من الله تعالى. إنما يقوي الحياء من الله تعالى هو الخوف من الله تعالى كلما طرأت على قلبه رغبة شريرة، وذلك لأن القلب يعتقد أن الله تعالى مطلع على هذه الرغبة. فإذا استقر هذا الموقف في قلب الإنسان فإن الحياء من الله تعالى يقوى، ثم إن الخوف من أن يبتعد الله تعالى عنهم بغضاً بسبب أهوائهم وأفعالهم يقوي أيضاً حياء الإنسان من الله تعالى. ولكن هذا الحياء والحياء قد يضعف ويزول في بعض الأحيان إذا ترك الإنسان مراجعة نفسه على النحو المذكور، ترك طاعة الله تعالى بإخلاص في أوامره ونواهيه.